بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من مادة الرياضيات ودرس جديد متعلق أيضا بالتناسبية، وهو بعنوان الكتلة الحجمية لمس فوليميك. وعلى بركة الله ننطلق لنتعرف على الدرس. إذا نبدأ درسنا بنشاط تمهيدي. نأخذ أحجاما V مختلفة من الحديد، ثم نقيس كتلتها M بواسطة ميزان، وندون النتائج المحصل عليها في الجدول الآتي. إذا نأخذ أحجاما مختلفة من حديد، إذا أحجام مختلفة، ثم نقيس كتلة كل قطعة بواسطة الميزان. إذا في الحجم فوليوم والكتلة ام لمس. إذا كما نلاحظ في هذا الجدول الذي يبين هذه النتائج، إذا في السطر الأول لدينا في حجم الحديد بالسنتيمتر مكعب، إذا حجم الحديد بالسنتيمتر مكعب. وفي السطر الثاني لدينا ام كتلة الحديد بالجرام، يعني 2 سنتيمتر مكعب كتلتها 15.6 جرام، 3.5 سنتيمتر مكعب كتلتها 27.30 جرام، 5 سنتيمتر مكعب كتلتها 39 جرام، 10 سنتيمتر مكعب كتلتها 78 جرام، واثنا عشر سنتيمتر مكعب كتلتها 93.6 جرام. إذا السؤال الأول، هل الجدول جدول أعداد متناسبة؟ السؤال الثاني، ماذا يمثل معامل التناسب؟ أحسب كتلة 13 سنتيمتر مكعب من الحديد. أحسب حجم قطعة من الحديد كتلتها 46.8 جرام. إذا نبدأ بالسؤال الأول، إذا هل الجدول جدول أعداد متناسبة؟ إذا لكي نتعرف إن كان الجدول جدول أعداد متناسبة، إذا نقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على الموافق لها في السطر الأول لنلاحظ هل نحصل على نفس النتيجة. وعندما سنقوم بقسمة 15.6 على 2 سنجد 7.8، أيضا 27.30 على 3.5 نجد 7.8، 39 على 5 7.8، 78 على 10 7.8، و 93.6 قسمة 12 أيضا 7.8. وبالتالي إذا يكون الجدول جدول أعداد متناسبة، و 7.8 هو معامل التناسب. إذا نعم، الجدول يمثل جدول أعداد متناسبة ومعامل التناسب هو 7.8. وبالتالي من أجل الانتقال من أعداد السطر الأول إلى الموافق لها في السطر الثاني، إذا نضرب في 7.8، والانتقال من أعداد السطر الثاني إلى الموافق لها في السطر الأول نقوم بالقسمة على 7.8، وننتقل إلى السؤال الموالي، ماذا يمثل معامل التناسب؟ إذا معامل التناسب إذا يمثل 7.8 هو كتلة 1 سنتيمتر مكعب، وهو ما يسمى بالكتلة الحجمية. إذا معامل التناسب 7.8 هو الكتلة الحجمية، وهو كتلة 1 سنتيمتر مكعب، ونحصل على الكتلة الحجمية كما نلاحظ بقسمة الكتلة الحديد على حجمها. إذا قمنا بقسمة 15.6 على 2 نحصل على الكتلة الحجمية كذلك. إذا قمنا بقسمة كتلة نفس القطعة من الحديد على حجم نفس طبعا على حجم نفس القطعة سنحصل على الكتلة الحجمية.
وهي إذن في هذه الحالة 7.8، إذن وحصلنا عليها بقسمة الكتلة على الحجم. إذن مهما أخذنا من أحجام مختلفة من الحديد وقمنا بقياس كتلته وقمنا بهذه العملية قسمة الكتلة على الحجم، سنحصل دائما على نفس الكتلة الحجمية. وإذن الكتلة الحجمية تكون الكتلة الحجمية لمادة متجانسة، الحديد، الخشب، الألومنيوم، الماء، الزيت. إذن يمكن أن نحصل على كتلتها الحجمية بنفس الطريقة. وأيضا من هذه العلاقة يمكننا أن نستنتج أيضا وحدة الكتلة الحجمية. إذا قلنا بأن الكتلة الحجمية هي الكتلة قسمة الحجم، وبالتالي الكتلة بالجرام والحجم بالسنتيمتر مكعب. إذا يمكن أن أقول في هذه الحالة الكتلة، وحدة الكتلة الحجمية جرام على سنتيمتر مكعب، جرام على سنتيمتر مكعب. وهناك وحدة أخرى سنتعرف عليها بعد قليل. إذا في هذه الحالة جرام على سنتيمتر مكعب. والآن ننتقل إلى السؤال الموالي. أحسب كتلة 13 سنتيمتر مكعب من الحديد. إذا 13 سنتيمتر مكعب يعني الحجم. إذا إذا أردنا وضعها في الجدول سنضعها في السطر الأول، وبالتالي للحصول على السطر الثاني على الكتلة أحسب كتلة. إذا من أجل الحصول على الكتلة إذا يكفي أن نقوم بضرب 13 سنتيمتر مكعب أي الحجم في الكتلة الحجمية، سنحصل على الكتلة. إذا إذا قمنا بضرب 13، إذا في 7.8، 13 هو الحجم، 7.8 الكتلة الحجمية، سنحصل على 101.4 جرام هي كتلتها. إذا وبالتالي من هنا أيضا يمكن استنتاج بأن الكتلة تساوي الحجم في الكتلة الحجمية. والسؤال الذي بعده، أحسب حجم قطعة من حديد كتلتها 46.8 جرام. إذا هنا لدي الكتلة 46.8 ونبحث عن الحجم. إذا الكتلة ستكون في السطر الثاني، لكي أبحث عن الحجم في السطر الأول أقوم بقسمة الكتلة على الكتلة الحجمية، سأحصل على الحجم. وبالتالي 46.8 قسمة 7.8 تساوي 6 سنتيمتر مكعب هو حجم هذه القطعة التي كتلتها 46.8 جرام. إذا من هنا أعزائي نستنتج بأن الكتلة الحجمية هي الكتلة قسمة الحجم، والكتلة تساوي الكتلة الحجمية في الحجم. أما الحجم الكتلة قسمة الكتلة الحجمية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى خلاصة الدرس. إذا كانت M هي كتلة مادة متجانسة معينة، كتلة نمص مادة متجانسة معينة مثل الماء، الحليب، الحديد، الخشب، الألومنيوم إلى آخره، وفي حجم هو حجمها فوليوم، فإن الخارج M على V أي خارج الكتلة على الحجم هو الكتلة الحجمية، لا ماس فوليوميك، الكتلة على الحجم M على V هو الكتلة الحجمية لهذه المادة. وبالتالي الكتلة الحجمية تساوي الكتلة قسمة الحجم. الكتلة تساوي الكتلة الحجمية في الحجم، والحجم يساوي الكتلة قسمة الكتلة الحجمية. ووحدات الكتلة الحجمية هي جرام على سنتيمتر مكعب إذا كانت الكتلة بالجرام،
والحجم بسنتيمتر مكعب، بالتالي الكتلة الحجمية الجرام على السنتيمتر مكعب، أو تكون الكتلة بالكيلوغرام، وبالتالي يجب أن يكون الحجم بالديسيمتر مكعب والكتلة الحجمية تكون كيلوغرام على الديسيمتر مكعب، أو يكون الكتلة بالطن والحجم بالمتر مكعب، فتكون الكتلة الحجمية بالطن على المتر مكعب. إذن المرجو أعزائي التلاميذ تدوين هذه الخلاصة في دفتر قواعد الرياضيات، والمرجو أيضا إنجاز الأنشطة التالية حتى نتمكن من معرفة مدى قدرتنا على فهم الدرس. إذن أن الأنشطة من 1 إلى 5 صفحة 123. دمتم في رعاية الله أعزائي، وإلى اللقاء.